بدأنا هذا المشروع من حوالي 3 سنوات، درسنا إنتاج الفطر بأنواعه المختلفة وحاولنا نعرف شو أفضل نوع ممكن يكون اقتصادي ومربح بالنسبة لنا. عملنا على إنتاج 5 أنواع من الفطور، منها الفطر الأبيض، فطر المحاري، فطر الشيتاكي، فطر الكوبرينوس، بالإضافة لفطر الملكي. نقوم بتغذية السوق بهذه الأنواع. حاليا هذا المشروع هو الأكبر من نوعه في المنطقة بهدف إنتاج هذه المادة بشكل محلي. يعمل في هذا المشروع حوالي 15 شخص. نأمل أن يتوسع أكثر ونقوم بتأمين هذه المادة الغنية بالبروتين بالإضافة لبعض العناصر المهمة لحاجة لغذاء الإنسان. من أصعب الأنواع زراعة حقيقة، وهذا هو سبب عدم انتشار زراعة الفطر الأجاريكوس، هو صعوبة إنتاجه، لأنه يحتاج إلى بيئة خاصة، يحتاج إلى ظروف مناخية معينة دقيقة لكي نحصل على إنتاجية مربحة. ننصح أي شخص يريد أن يعمل في هذا المشروع أو ينتج هذا النوع من الفطر أن يستعين بالخبرات المتوفرة. يمكن لنا أن نقدم استشارات في هذا الشأن وأن يقوم بتوفير البيئة المناسبة للزراعة، لأن أي خطأ يمكن أن يحصل حقيقة يمكن أن يسبب خسارة لا سمح الله للمزارع. تعتمد زراعة فطر الأجاريكوس على الكومبوست، وهي المادة الغذائية التي يعيش عليها الفطر، وهذه المادة هي عبارة عن تبن مخمر مع عناصر غذائية متعددة. بعد أن تخضع للتخمير والبسترة نقوم بوضعها على هذه الرفوف، ننتظر حوالي 21 يوما إلى 30 يوما. بعدها نضع طبقة التراب الأسود كما ترون، وهي تربة خاصة من أجل خروج ثمار الفطر. ننتظر عدة أيام، نقوم بتخفيض درجات الحرارة لكي نحصل على هذا المشهد الذي ترونه أمامكم الآن.